أسابيع قليلة ويعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولكن عودته محمولة على حروب وصراعات ضربت منطقة الشرق الأوسط خلال العام المنصرم. ولعل الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عام أحد أهم الأسباب التي ساعدت على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، رغم أنه ما زال متهماً في قضايا جنائية ومدنية. فرغم أنه بات سيد البيت الأبيض، إلا أنه ينظر إليه على أنه مدان ينتظر الحكم في قضية أمواله السرية في نيويورك. الناخب الأمريكي اختار ترامب رغم الاتهامات الموجهة إليه في وقت سابق من سوء التعامل مع الوثائق السرية وجهوده المزعومة لعرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي، واتهامه بالاحتفاظ المتعمد بوثائق تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني والتي تندرج تحت قانون التجسس. انتخاب ترامب جاء في ظل ظرف تاريخي ارتبط بالحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وفي ظل احتدام الصراع بين تل أبيب وطهران، حيث رجحت بعض التقارير استمرار الحرب الإسرائيلية فترة أطول في ظل الدعم اللامتناهي للإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها دونالد ترامب. ملامح دعم ترامب من قبل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا كانت واضحة منذ اللحظة الأولى في معركته مع كامالا هاريس، فضلاً عن التفضيل الذي أبدته إسرائيل لهذا المرشح أمام خصمه الديمقراطي، وهو ما قد يدفع ضريبته في الدعم اللامحدود لتل أبيب. فهل يستجيب دونالد ترامب إلى رغبة إسرائيل في استمرار الحرب على غزة واستثمار هذا الصراع في حرب قادمة مع طهران؟ Thank you.